مشاهدينا كيف العادة وبحال كل أسبوع كلينا لقاء خاص وحصري، لقاء غني بالأسرار مع واحد من أشهر نجومنا الشباب أمينوكس ضيف فاس لهذه الحلقة. كلينا معه حوار مطول حول أبرز تواريخ اللي ميزت مسيرته الفنية، نمشي ونكتشفوه جميع. أمين تمري المعروف بأمينوكس ولد مدينة طنجة، ممكن اعتباره واحد من أبرز وأفضل فنانين الشباب اللي قدر فترة قصيرة ياخد نفسه مكانه وسط نجوم المغاربة، نجومية خلتنا نشوفه على أكبر المسارح الوطنية. نجاح ما كانش وليد الصدفة، بل جا نتاج عمل كبير وعزيمة وثقة في النفس. أمين مرحبا بك. الله يبارك فيك شهرزاد، وصافي بليزير على شاك فوا كنكون معاك. فوالا حتى حنايا كنفرحوا فاش كنشوفوك وتوحشناك. صافا توسباس بيان؟ الحمد لله، انا توحشتكم وتوحشت الجمهور وانا معكم اليوم. مرحبا بك. مرحبا بك امين. اخر حوار كان ليا معك ليا 8 موا من الشهور، واليوم شنو تبدل امين؟ كشخص يعني ما تبدل والو، ولكن كنظره للحياه ولا كارير فهي تبدلت بطريقه كبيره، لانه في الوقت اللي كنت متوقف شويه كنت عطيت الوقت للتفكير وكيفاش يمكن انني نرجع بطريقه اقوى، وكيفاش ان يعني ندوز النيكست ستيب، يعني لا باغ طلع شويه. فسواء في التطلعات ولا في الاحلام ولا في اللي جاي كامل غادي تكون طريقه اخرى ديال التعامل والخدمه. والمراحل الصعيبه في الحياه ديما خصك تخرج منها بعبر، ولا ما خرجتيش منها بعبر راك ما استفدتي والو. كيبقى تاريخ 29 ماي 1997 من اهم تواريخ الشخصيه عند امينوكس، هو التاريخ اللي تزادت فيه الاخت ديالو ايمان اللي كتجمعوا بها علاقه مميزه وقويه. هذه سلادات ديال الزياده ديال اختي ايمان، هي اختي المواسطه اللي جات مورايا، وبالنسبه لي كنعتبرها ك اون دات اللي هي مؤثره في حياتي، لان كتكون عايش بوحدك وكنت عندي ديك الساعه 7 سنين. فكنت ديما كنقول للوالده ديالي الله يخليها لي، كنقول لها علاش انا بوحدي، علاش ما عنديش اللي كيلعب معايا. وسورتو يعني في ديك الفتره انا كنت داك التلميذ المجتهد ما كيخرجش، فهي كانت كتقول لي ان شاء الله ولدي، بحال تعطلت الزياده ديال اختي تقول لي ان شاء الله دابا ربي يعطيك خوك ولا اختك. دونك ملي جات هي يعني زادت لي واحد الحب في حياتي بحال ان بتي بيبي اللي جا حياتي. كيفاش علاقتك اليوم بها؟ علاقتي بها يعني علاقة أخ بالأخت ديالو بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كنتقاسموا كل شيء، حنا صحاب، حنا يعني كنتشاور معاها في الأعمال ديالي، فأنا متقرب لها سوا ليها سوا للصغيرة كاع، حيت أنا هو الكبير هما بجوج هم صغارات، فأنا يعني كبرت مع خوتي، كبرنا في العائلة أن حنا ديما الحنان. تدير معاهم داك خوهم الكبير ما يخرجوش ما ي... لا أنا عندي مبدأ آخر في الحياة، هو أنك ملي كيكون الواحد مربي على دي برانسيب ويعني عنده ديك لا كونفيونس فما يحتاجش كاع دير عليه الرقابه، بالعكس. 12 يوليو 2015 تاريخ اللي طرح فيه امينوكس اغنيته يما، الاغنيه اللي كانت عنوان بدايه تالق هذا النجم واكتشافه من قبل الجمهور. عيونك قتاله ومش يا غزاله، ويلي ويلي انت يا دايره حاله، انت يا وارا بزاف غير كنشوفك انا قلبي كيخاف. بالنسبه لي لاضات ديال لاصوختي ديال ويما يعني كانت بحال واحد تحدي، واحد لو ديفي اللي جا من بعد انا وياك، ويعني وماشي بحالهم، فكان عندنا التحدي ان احنا نقلبوا الستيل، باسكو الا شفتي الحمد لله كنت انا الاول اللي كيدخل سولو راي في البوب، الاغنيه ديال ماشي بحالهم، وكان من بعد كان خصنا كانت تزيد الساعه الايقاع ديال 6-8 يعني 6 سويت اللي هو ايقاع مغربي كان كاين في المغرب وصماخ، كانت الموجه غاديه مع هذا الايقاع. ففكرنا كيفاش نادابتيو هذاك الستيل اللي كندير انا مع الايقاع ديال سي سويت اللي هو مغربي، وفعلا عطات ويما ودارت نجاح كبير، يعني حققت نجاح كبير وصدرت لي هيت باراد، والحمد لله يعني كل عمل قدمته الا وكان عنده الواقع ديالو. هي الاغنيه هي لا شونسون بريفيري عندك امين؟ لا شونسون بريفيري سي انا وياك. ولكن ويما هي ولكن ويما سوغ لا سين سي لا شونسون اللي كت نقولوا فيها الانرجي اللي كتطلع لك الادرينالين هي ويما. بعد التاريخ جا 21 غشت 2015، تاريخ راسخ في ذاكره امينوكس واللي شهد توشيحه بالوسام الملكي من قبل صاحب الجلاله الملك محمد السادس. فعلا يعني من بعد اغنيه ويما جا التوشيح الملكي من طرف صاحب الجلاله سيدنا الله ينصره. فالحمد لله كانت بالنسبه لي يعني لحظه تاريخيه، و يعني ما يمكنش نوصف الاحساس ديالي وانا واقف قدام سيدنا الله ينصرو، ف يعني واخا نعيا نوصف في الحنان ديالو وفي العطف ديالو ما غاديش نقدر نوفيه، والله يخليه لينا ويخليه كاع الفنانين المغاربه والمغاربه كاملين
باسكو سيدنا الله ينصرو كيدعم الشباب، وكانت بالنسبه لي يعني كشاب في عمره 21 سنه بحال واحد مسؤوليه كبيره عليا انا مازال صغير. ولويسا كيجاو موراه بزاف ديال التعاليق وبزاف، كيفاش جاوبتي عليهم امين؟ انا بالنسبه لي يعني كنشوف غير الجانب الايجابي، الحمد لله الناس فرحوا معايا والعائله ديالي فرحات، واي واحد كيبغي امينوكس راه فرح له. الناس اللي تنتقدوك هما اللي تدفعوك باش تعطيك. 24 مايو 2016 محطة مهمة في مسار أمينوكس، هو تاريخ أول مشاركة لي بمهرجان موازين. نشوف كان قلبي كيبدا يكف، نبغي نتبع كان خيالك مني كيهرب، ما عرفتش علاش عمري ما بغيتو نتيا اللي سحبتيني، بدوك لاوينات حبيبة صافي طيحتيني. هاد لاضات يعني بالنسبة لي تا هي دات ماركونت في حياتي، يعني في الكارير ديالي، باسكو بحال اللي قلتي أن لي دات جاو قراب وفي نفس الوقت يعني داك الشيء جا مورا بعضياته. كيفاش شي نجاح مور نجاح مور نجاح؟ الصراحه ما كانش سهل، شي شويه ديال الغرور ولا غوسيت. بالعكس بالعكس ما كانش سهل، وكنت بعض الفترات كنعيا يعني كنعيا مورالمون، باسكو الناس كيسحاب لهم راه سهل انك تقرا، وكانت عندي التحضير ديال التخرج في ذاك الوقت، ويعني كانوا النجاحات مسويدين ولي زانترفيو، فبحال واحد الدريري صغير تقال عليه داك الشيء جا يعني ما كنتش كنعرف نجيري. دونك ربما من هذيك لادات عرفت ان امينوكس يعني غتكون عنده سميته في الساحه الفنيه، وتلاقيت مع الجمهور ديال السلا، وكانت واحد اللحظه اللي هي تاريخيه، كنت جالس مع فنانة كبار في لا كونفيرونس، وكنتمنى ان شاء الله ما تكونش المره الاخيره وتكون بطريقه عاود احسن ان شاء الله. 14 اكتوبر 2017 هو الاخر تاريخ غيبقى راسخ في ذاكره امينوكس، واللي عرف لقاءه بجمهوره بعد تعرضه لوعكه صحيه وتوقفه على الغناء لمده قبل ما يرجع من خلال حفل تسامح مدينه اكادير. صافي بليزي غنى ما كاين ما احسن تقريبا 3 سنين وباقا يعني بعض الاغاني راك عارفه باقا حاضره. كاين اغاني اللي ما عندهمش اون دوغي طويله. لو 14 اكتوبر 2017 كانت بالنسبه لي واحد لحظه تاريخيه في الكارير ديالي، باسكو اكثر من 7 شهور وانا كنحلم فوقاش غادي نرجع لاصين. في بعض اللحظات ما نكذبش عليك فقدت الامل، كنقول راه ربما عمري ما غادي نعاود نوقف في هذيك البلاصه، ولكن بحال اللي قلت لك رضات الوالدين والدعم ديال الناس اللي كيبغيوك، وبالاراده شويه الاراده فالانسان كيقدر يحقق اي حاجه ويرجع من بعيد. الحمد لله كانت بالنسبه لي يعني واحد اللحظه اللي جافي لي لاغ موزيو اللي كنت طالع هز الرايه المغربيه، ونيتي جوست دو زارتيست ماروكان انا وحافظ دوزي فوسط 14 ارتيست، وغير فهمتي غير لي ستار ديال فرنسا. ف بالنسبه لي كان واحد لو غوتور اون فورس بان حسيت ان البلاصه ديالي في الساحه كاينه وكتسناني. امين لو سبيكتاكل او لو كونسير لا توليرونس كان كما قلتي تاريخ كبير في حياتك وتاريخ كبير في المسيره الفنيه ديالك، علاش امين ما عمرك ما قلتي مالك باش كنتي مريض؟ تنشوفوا لي فوتو كلها غالب عليها الغموض والناس تيتخلعوا عليك لان الناس تيبغيوك امين. واش اليوم الفنان فاش كيدير الغموض شنو الهدف من الغموض؟ حيت الناس باغيين يعرفوا شنو مال امين. ما عمرك ما قلتي مالك شنو لا مالادي ديالك؟ اولا بالنسبه للقضيه ديال لا مالادي ديالي فانا اعتبرتها حاجه يعني خاصه ديالي، يمكنش نتقاسم اي حاجه من حياتي مع الاعلام ولا مع الناس. من حقي انا كانسان ان شي حوايج يبقاو ديالي بوحد، الناس ولفوني بالفن ديالي، تعرفوني بالموسيقى ديالي، ما تعرفونيش بشي حاجه اخرى. وش فولي با بارطاجي دي فوتو ديال المارض ولا شي حاجه، انا بارطاجيت مع الناس الحاجه اللي ولفوني عليها، ولفوا امينوكس ضحك، ولفوه كيغني اغاني اللي تخلعوا عليك اوسي، تخلعوا عليا فوالا، يعني كنقول لهم سمحوا لي، وكنقول الاعلام حتى هو يسمح لي انني ما بارطاجيتش هذا الشيء، ولكن بالنسبه لي كنعتبره يعني حياتي الخاصه، الجانب اللي كيهمني انا. تيفاليو جوردي؟ اي واحد الحمد لله انا مزيان. ودايوغ كنتوجه بالشكر لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو على الوقفه ديالو معايا. حنا فرحنا لانك كنا معاك، الله يوفقك والله يشافيك، وما عمر ما الحوايج الخايبه يرجعوا لك. الميساج الناس كاملين اللي كيشوفونا على شاده كنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم ليا ديما، وكنقول لهم تسناو ان شاء الله الجديد، باسكو شي حاجه اللي واعره واعره بزاف واللي غادي تشرف بالمغرب، واللي غتكون ان شاء الله هذه المره على انترناسيونال ان شاء الله. ان شاء الله توفيق امين. شكرا. ا تري بيانتو.